المنقولي في معترك التنافس الرسمي، حيث شهدت مباريات اليوم الأول من كأس الإمارات الودية تسجيل 10 أهداف كشفت عن شهية مفتوحة لهز الشباك وتحقيق الفوز. في المواجهة الإنجليزية البرتغالية قاد الفرنسي ياسانوغو أرسنال للفوز على بنفيكا 5-1، كان نصيبه منها 4 أهداف. فبعد 26 دقيقة من انطلاقة المباراة افتتح سانوغو التسجيل للمدفعجية قبل أن يفسح الطريق أمام زميله الكوستاريكي جويل كامبيل لإضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة ب5 دقائق. سانوغو عاد بعدها ب4 دقائق ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق اللندني. ولم يرضى النجم الفرنسي بالمضي إلى غرف الملابس إلا بعد تدوين الهاتريك، رافعا غلة الجانرز إلى 4 أهداف في الوقت المبدد من الشوط الأول. سانوغو المتألق عاد لمواصلة عادته في مغازلة الشباك محرزا الهدف الرابع بتوقيعه والخامس لفريقه عند 49. وبعد الخماسية قلص الأرجنتيني غايتين الفارق للنادي البرتغالي بهدف شرفي عند 62. الدقيقة 74 شهدت الظهور الأول لتشيلي أليكسيس سانشيز بألوان أرسنال بعد انتقاله قادما من برشلونة. افتتاح البطولة